ألعاب القوة من الرياضات المهمة جدا، وزي ما بنقول كده أبطالنا في كل الرياضات مش موجودين بس في رياضة معينة، فاحنا هنتكلم في الفقرة دي عن ألعاب القوة. معانا بطلين، خلينا نرحب بيهم. عمر خالد بطل الأهلي والمنتخب في ألعاب القوة، ومعانا كمان جودي محرز بطلة الجمهورية تحت 14 سنة. صباح الخير. صباح النور. أنا طبعاً لابسة الميدالية بتاعتها، أنتوا عارفين حضراتكم أنا بحب أخطف الميداليات، بس يعني ما تقلقيش هرجعها لك. منورينا في 10 الصبح في الأهلي في قناة الأهلي، وبنبقى سعداء ان احنا دايما نستضيف يعني ابطال من الاهلي في رياضات مختلفه، خصوصا هنا بقى بنتكلم عن العاب القوه. هبدا معاك طبعا يا عمر، احكي لي اولا العاب القوه انواع كثيره، فانت بطل في ايه تحديدا فيهم؟ انا بلعب 110 حواجز، ده الايفنت اللي انا بلعبه من نص الايفنتات كلها. بقى لك قد ايه تقريبا؟ بقى لي حوالي 7 سنين في اللعبه. 7 سنين. وانت انت عندك كام سنه؟ 18 يعني، وانت تقريبا 7 8 سنين يعني. لا يعني حوالي 11 سنه 12 سنه كده يعني. ابتديت من وانا عندي 11 سنه 12 سنه، كنت في 6 ابتدائي ساعتها. طيب تمام، واشمعنى العاب القوة؟ كان يعني هي جت اختبارات، كان عندنا اختبارات في المدرسه، فكان كابتن تامر اللي هو مدربي دلوقتي ومدرب منتخب، كان جاي بيعمل اختبارات في المدرسه وكده، وانا كنت من ضمن الطلاب اللي ترشحوا ان انا اخش الاختبار ده. انا كنت سريع من زمان ومعروف وكده، بس ونجحت في الاختبار دوت بس، ومن ساعتها دخلت الاهلي. فكابتن تامر شافني في كذا لعبه، فابتديت اتجه احسن لل 110 حواجز. سوري، انت عندك 18 صح؟ انا سمعت 16. انا اسفه. لا بس انت كده كده شكلك صغير يعني. طيب جودي، ممكن هسألك نفس الأسئلة برضو عشان الناس تبقى عارفة مين جودي محرز. برضو أنت أي نوع من ألعاب القوة أو يعني ألعاب القوة أنت بتمارسيها، وبقالك قد إيه؟ أنت تقريبا عمرك بقى 7 سنين أعتقد ولا كام؟ أكبر؟ 12 سنة. أوكي. وبجري سبرنت 60 متر، وبقالي شهر ونص داخل على الشهرين، يعني مش بقالي كتير. أو دخلت بطولة يعني سبتيتي وأنت كبيرة شوية خلينا نقول. يعني طب اشمعنى برضو العاب القوة؟ كنت اسرع واحده في الدفعه، فكانوا عملوا اختبار في المدرسه برضو، كنت كسبتهم كلهم، فلاحظت انا عندي موهبه في الجري، فسالت مامي لو ممكن العب العاب قوة او اي حاجه في الجري، فسالت على الجروب الاهلي لو ممكن في اي كابتن يعني، فاداهم الكابتن تامر رفاعي، وبصراحه انا مبسوطه قوي معاه والناس كلها. انت بتقولي بقالك شهرين تقريبا. شهرين وحصلتي على الميداليه دي. وعلى شهاده برضو لو حضراتكم دلوقتي تشوفوها هتتعرض، شهاده تفوق. فلا محتاجين نفهم صح كده؟ محتاجين نفهم ازاي يعني شهاده تفوق من الاتحاد المصري لالعاب القوه. فلا يعني ازاي في شهرين؟ مش عارف، ساعتها عندي موهبه في الجري، فكابتن دخلني على البطوله على الموهبه يعني. اول ما اشتركتي دخلتي على طول على البطوله؟ لا، اتمرنت شويه وبعدين دخلت البطوله. تمام. كان عندي ايفنتات واختبارات وكده وبعدين دخلت البطوله. برضه مده يعني قصيره جدا. برافو عليكي. انا مش مستغربه عشان حاجه وحشه، بس مستغربه ان يعني تخيلي لو انت بقى بقالك سنين كمان الوضع كان هيبقى ازاي، فطبعا انت حاجه حلوه. ودي كانت ايه بقى؟ دي كانت عشان اهلي كسب الاول، فالبوينتس كانت اكتر فكسب ده الاول فاخدنا ميداليات. برافو عليك يا جودي. طب عمر، خلينا برضو لان ناس كتير بتبقى مش عارفه انواع العاب القوه، وعايز اعرف برضو انت ليه اخترت النوع اللي انت فيه دلوقتي؟ هو انا اول لما ابتديت اصلا ابتديت مع كابتن تامر زي ما قلت، فهو كابتن تامر اصلا بيدرب مدرب 110 حواجز، فبس فهو اول لما اللعيبه بتيجي بتجرب اللي بيجري سبرنت فلات، واللي بيجري مسافات طويلة، واللي بيجري حواجز بس، ومن نظرة الكابتن هو اللي بيقول ده هيلعب فين وده هيلعب في أي حتة، لأن برضو الواحد بيبقى صغير ما بيعرفش هو اللي يحدد. فكان كابتن تامر هو اللي شافني في الحتة دي وكملت فيها بس. طيب والصعيد التاني، انتوا الاثنين اكيد بتدرسوا، ازاي بقى بيتم التنسيق؟ ولا يمكن كوفيد 19 جيب فايده ان مفيش مدارس؟ صح؟ لا انا بروح المدرسه دلوقتي، في بس كان في توقف فتره. ايوه اكيد. ساعدت ان ممكن تتدربي ولا كمان التدريب كان مغلق؟ لا كان مغلق، كان يعني لا ده ولا ده. طب وانت يا عمر؟
انا في ثالثه ثانوي دلوقتي، بس هي طبعا كوفيد 19 خلانا نقف شويه في الدراسه. يعني استكملت تدريباتها مع الكوتشز بتوعها اونلاين، يعني كان ده كان بيحصل. لا. بس ممكن انت، انا ما اعرفش طبعا انتوا ساكنين فين، هل كان ممكن مثلا في الكومباوند لو ساكنه في مكان تقدري تجري فيه؟ ما اعرفش التدريب بيتم ازاي، بس هل استفدتوا برضو من الفتره دي ولا لا؟ هو كان توقف شامل يعني؟ لا لا لا، ما وقفناش خالص. احنا فترة الكورونا دي كلها كنا بنتواصل مع الكابتن اللي كان بيقدر يجري في اي حتة، اللي بيقدر يتمرن. وبعدين الاهلي كمان كان موفر لنا ادوات كنا بنقدر ناخدها نتمرن في البيت. فهي كانت، احنا ما وقفناش ولا مرة في كورونا. احنا رجعنا من كورونا بالعكس، احنا كسرنا ارقامنا. انا كسرت رقم مصر بعد الكورونا بالظبط على طول. عايز اقول لك ان في حاجه غريبه جدا عن نادي الاهلي بجد احنا لاحظناها. احنا كوفيد 19 2020 كان جاي بنتيجه ايجابيه على النادي، يعني احنا تفوقنا في رياضات كتيره جدا. لو هتتكلم اتكلم عن السله، اتكلم عن اليد، اتكلم عن رياضات كتيره، ووتر بولو، احنا يعني فاهم اللي هو ازاي بس حظنا حلو فيها فعلا. لا لا والله برضه هو الاهلي كان موفر لنا فعلا ادوات وكان بيساعدنا بكل شكل. فاحنا فعلا هو بجميع اللعب، اللعيبه كانت خلصت فتره الكورونا ديت، عملت مجهودات في الكورونا خلتها تبقى نتيجه ايجابيه بعديها، وكله كسر ارقامه. يعني انا كسرت رقم مصر وفي نتائج كتيره جدا كويسه. طيب نتكلم عن بطوله العالم، هي المفروض يوم 10 صح كده؟ بطوله العالم، بطوله العالم في شهر 8. 8 اتاجلت، هي اتاجلت بقى عشان الكورونا. هتبقى كام 8 تحديدا؟ هتبقى 17/8. 17/8. استعداداتنا بقى من دلوقتي اكيد في زي كورس مكثف زي ما بيقولوا، تدريبات، خليني اعرف منك. بالظبط، هو احنا اصلا دارسين الموضوع من ساعه الكورونا بالظبط، واحنا عارفين انها اول لما اتاجلت بس. فكنا بنبتدي نعمل جدول للسيزون ده كله، مش لفتره قصيره، من اول الشهر دوت بعد الكورونا لحد شهر 8 بس، وماشيين عليه لحد دلوقتي كويس يعني. بس فبنعمل باذن الله ان احنا نعلق ميداليه في بطوله العالم. لا عايزين يا عمر بقى، ما فيش امل ان شاء الله بس لازم خلاص. هروح لك يا جودي، لان بصي معلش انا شويه مستغربه بس انا فرحانه بجد بيكي، لان اكيد اي حد هيسمع يعني بنت عندها 12 سنة لسه بادية وفي نفس الوقت بتحصل أو أداء مختلف، فدي بداية حلوة جدا. جودي دلوقتي اللي عندها 12 سنة بتفكر في إيه بقى؟ عايزة ترسمي نفسك من ناحية الرياضة إيه بالظبط؟ في السبرنت أكيد. أنا كنت عايزة أكون الإيجيبت أولمبيك تشامبيونشيب على مصر، فأنا عايزة أكون سريعة جدا وبرضه أتمرن على الحواجز. أنا شاطرة جدا برضه في الحواجز، فانا شاطره في الاربع، وزب وحواجز وهوكي في حاجه اسمها كيلو، انا برضو دخلتها وجيت الاول، بس في بنت شدت عليا في اخر 5 متر فجيت الثاني. اوكي، وانت عايزه بقى تكملي، عايزه تبقي بطله رياضه في الاهلي وفي نفس الوقت برضو مع الدراسه. طب عايزه تدرسي ايه في الجامعه؟ عايزه اكون ساينتست. يا عالمه حلو ده، اشمعنى انت بتختاري حاجات غريبه قوي؟ ليه يا جودي؟ بس حاجه حلوه برضو، بس اشمعنى؟ عشان انا شاطره جدا في الساينس وكمان اتس لايك انترتيننج، فلو الساينس انا شاطره فيه جدا وحلو قوي يعني عاجبني. في حاجه معينه، فيلد معين حابه ان انت تتخصصي فيه كساينتست ان شاء الله قدام؟ مش عارفه، مش جايه دلوقتي. لا. طب عمر وانت عايز تبقى ايه؟ عايز تخش كليه ايه؟ انت دلوقتي اصلا المفروض في كليه صح ولا لا؟ لسه في ثالثه ثانوي. لا انت اللي متاخر بقى صح؟ مش مفروض المفروض الجامعه تبقى وانت 17 بتهيألي؟ المفروض بس انا كنت داخل متاخر. بالظبط، عشان كده. اوكي، ايه الكليه اللي انت عايز تدخلها؟ والله يعني الواحد تفكيره في التمرين خلى الحته دي مش قوي، بس نفسي اخش التربيه الرياضيه، اكمل في اللعبه، يبقى دراستي ولعبتي الاثنين متعلقين بالرياضه يعني. يعني انت عايز تفوكس بقى على الرياضه، يبقى معنى كده ان انت حابب او عندك طموح لفكره الاحتراف في الخارج صح؟ بالظبط، يعني انت حاطط عينك على ده. حلو جدا. الله. بس بعد ما تخلص مع الاهلي مثلا فتره معينه، ولا ايه الوقت اللي انت هتقول فيه دلوقتي انا عايز ادور على فرصه احتراف؟ والله انت سايبها كده شكلك. لا مش سايبها كده بالظبط، بس هي فرصه الاحتراف بتيجي من بطولات دوليه كبيره. بالزبط. يعني لان هو بتجي لك فرصه الاحتراف انك تلعب بطوله كبيره، فتتشاف ساعتها، فيجي لك عقود، يجي لك سبونسرز، يجي لك حاجات كتيره. فبس فعشان كده
بحاول باذن الله في بطوله العالم. هو شهر 8 انت ناوي يعني ان هي بطوله العالم بيبقى عليها فوكس كبير جدا من كل الجامعات ومن كل الدول عامه انها تشوف اللعيبه. فدي فرصه، فانا مركز جدا ان شاء الله بطوله العالم اعمل نتيجه تخليني يجيلي سبونسر واحترف بره باذن الله يعني. وانت بتبص على اللعبه بره، بتبص على اللعيبه بره يعني، ما هو اكيد انت بتتابع. لا اكيد انا متابع لعيبه كبيره جدا وكتير جدا من سني كمان، وبشوف هما بيتمرنوا ازاي، وفي تمرينات باخدها من بره كتير قوي، بتابعهم على الانستجرام على السوشيال ميديا عامه، بشوف بيتمرنوا ازاي، بيعملوا ايه بالظبط، وبحاول اخد الحاجات اللي تفيدني منهم. انا مبسوطه بيكم جدا بجد، واعتقد دلوقتي يعني الناس اللي بتتابعنا من جمهور الاهلي مبسوطين في نماذج جميله. بنتكلم هنا العاب القوى مش بس حكر على كمان الرجال، احنا عندنا بنات كتير في العاب القوى يا جودي، صح كده؟ عددكم كام تقريبا؟ احنا عندنا في الفريق عندنا 6، انا طلعت من الاحسن 4 بس هما كلهم 6. عندنا الورين ومش حافظه اسمهم، بلال مش حافظه اسمهم، اسمهم غريبه قوي. المهم معانا جودي دلوقتي، عايزين اسمك يكبر وتبقي بجد من ابطال النادي الاهلي في العاب القوى سيدات باذن الله. ربنا يوفقك، وعايزينك تحترف ان شاء الله كمان، بس بعد ما تخلص مع الاهلي وتجيب لنا بطولات للاهلي الاول. ان شاء الله يا عمر. لو حابين توجهوا كلمه في النهايه لجمهور الاهلي بيتفرج دلوقتي عليكم، بليز. لا احنا دايما يعني هو الاهلي دايما بيدعمنا بكل حاجه، ده شرف لينا ان احنا نكون وسط منظومه زي دي، طبعا يعني شرف لينا، ودايما بيساعدنا جمهور الاهلي في العاب القوه، دايما بيساعدنا لان هو مفيش جمهور بره كتير قوي بره نطاق العاب القوه، بس في العاب القوه الناس كلها بتشجعنا وبتدعمنا، فطبعا بشكر الناس كلها اللي بتدعمني، وانا مبسوط ان انا موجود هنا في قناه النادي الاهلي ووسط الكيان ده. طبعا جودي عايزه تقولي حاجه للجمهور، عايزه يشجعك يجي يتفرج عليكي في التمرينات. كنت عايزه اروح اقول like follow your dreams و don't give up عشان الاهلي دايما فوق. برافو عليك. يعني انا بحب قوي اشكر الكابتن بتاعي ومامي وبابي وعيلتي واختي وكل حاجه، عشان دايما بيشجعوني بيجيب لي the confidence وبيديني الثقة وكل حاجة عشان أعرف أعملها. حتى كابتن رفاعي لما باجي أعمل حاجة غلط دايما بيشجعني لأعملها صح وبعملها صح. واتس نيفر ليت يعني، في ناس يقولوا لو عديت 10 سنين مش صح تبدأ لسه مشوارك دلوقتي الرياضي، لا أنت 12 وابتديتي ونجحتي. ف فولو يور دريمز، فعلا أنا بتفق معاكي، ونيفر جيف أب. على كل حال نورتونا كده، الحلقة كلها خلصت خلاص. أنا بشكر حضراتكم على متابعتنا، وإن شاء الله حلقة جديدة بكرة هتبقى كمان نهاية الأسبوع معايا أنا وكريم، وعشرة الصبح في الأهلي.